فقال واحد صديقي موافي ده قال لي يا ابراهيم تلعب مصارعه زي الافلام زوم ان على فلاش باك العلقه اللي ضربتها. قلت اتمرن. قلت له خلاص هلعب مصارعه. رحت نادي رايح نادي بدون ذكر اسم النادي. اتمرنت كانوا بيتمرنوا 8 ساعات 4 ساعات انا اتمرن 18 ساعه. في عندك طار عايز طار واشرب عصير قصب واشرب برتقال. صرفت كل فلوس العيله ولحمه وكل حاجه اكل اكل مخيف واتمرن لغايه ما بقيت ايه عارف كام حركه من بتوع المصارعه 3 4. نزلت بالصدفه في النادي بلعب فبعمل برنامج لواحد راح واقع اتو النمر. بقيت ايه اسم حركي النمر. فقلت كويس اتاكدت ان انا اقدر. فرحت رايح له يوم الجمعه واقف عند الباب رحت له باب بقال كده وقلت له مش انت قلت لي تعالى نفس الرصه مش انت قلت لي تعالى قال لي تعالى وبي ربب ترت دب زي الافلام خدت طاري واختفى من المنطقه واصبحت انا انت بقى النمر راجل جامد قوي النمر خلاص.